السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنبتدي نكمل اللي احنا كنا ابتديناه المرة اللي فاتت. اتكلمنا المرة اللي فاتت على الـ Basic أو الـ Initial Lesions Dermatology. النهاردة إن شاء الله هنبتدي في الـ Diseases، وبعدين بإذن الله ممكن بعد كده بإذن الله نبقى نتكلم على الـ Local Examination زي ما وعدتكم المرة اللي فاتت. هنبتدي إن شاء الله دلوقتي في الـ Viral Skin Infection. بالنسبة للـ Viral Skin Diseases بتنقسم إلى DNA Associated Disease أو DNA Virus و RNA Virus. DNA Virus الأشهر examples اللي عندنا that cause dermatosis بيبقى فيه الـ Pox Virus، الـ Herpes Group والـ Human Papilloma Virus. إنما الـ RNA Viruses زي الـ Picornal Virus والـ Paramyxo Virus والـ Retro Virus. بالنسبة لأشهر حاجة في البوكس فيروس الملاسكم، الميلكر نديول والأورف نديول. الهربس طبعا جروب بيبقى زي ما احنا عارفين له كذا طيب، هنتكلم عليها طيب 1 وطيب 2 وهكذا. هما ايه الار ان اي فيروسز؟ المشهور منهم يعني الهاند فوت ماوس سيندروم والباراميكسو فيروس، ده في منه الميزلز والمامبو روبيلا اللي هو الموربيلي فورم ايربشنز، والريترو فيروس الاكزامبل منه ال HIV والايه الهيومن تي سيل لينفوما فيروس. بالنسبه للبوكس فيروس طبعا الملاسكم كونتاجيوزم كومن قوي وبنشوفه في الكلينيك كتير. الكلام النظري ان هو في تو تايبس ملاسكم كونتاجيوزم فيروس 1 و2، وان هو بيبقى طبعا ثرو كونتاكت دايركت او اندايركت. الايج افكتد في الغالبيه الكومن قوي بيبقى من 3 ل 10 سنين، رير قوي ان هو يبقى اقل من سنه، ولو جاء اقل من سنه هيبقى ديو تو ماتيرنال اميون، يعني علشان الماتيرنال اميونيتي هي اللي بتدي ايه البيبي ده الكفر ان هو ما يجيلوش الانفكشن. طيب هي بتيجي من ايه؟ طبعا دايما انا اقول في المحاضرة ديت للطلبة، دلوقتي الحاجات دي انتشرت في مصر بس في اوروبا والدول المتقدمة دايما ايه البيبي بيبقى من اول 6 شهور في السويمينج بول، فوارد جدا ان هو يلقط العدوى من هناك. طبعا ممكن برضو تبقى ثرو زي ما قلنا دايركت واندايركت، دي تشمل السكسوال كونتاكت واي حد عنده امبيرد اميونيتي وتعرض للانفكشن كومن ان هو يجيله. اللي انا عايزه اقوله ان الملاسكم عادي، يعني الكومن بتاعه ان هو يجي في الاطفال، بس وارد ان هو يجي لناس كبار لو تعرضوا للانفكشن اميونيتي بتاعتهم ايه مش مظبوطه. طيب انا دلوقتي تعرضت للانفكشن، هيجي لي الانفكشن بعد قد ايه؟ من 2 ل6 شهور على ما تظهر. ممكن البيشنت اصلا ما يدركش الانيشال انفكشن كان من امتى بالظبط. طبعا هو ممكن يجي في اي مكان حسب الكونتاكت. في مدارس بتقول ان هو سيلف ليميتد وان هو ممكن يروح لوحده، وناس تانيين ممكن يقعد معاهم من 3 ل4 سنين. طبعا الانيشال ليجن زي ما احنا شايفين، هو الليجن ده لونه ريسيمتس شويه، في انفلاميشن، المفروض ان هو بيبقى لونه ابيض زي الصور اللي جايه ان شاء الله. بس الصوره دي اللي انتوا طلعتوا منها السنترال امبلايكيشن، شايفين هنا كده في الليجن ده في النص ديبريشن، وهنا برضو ده اللي هو اسمه سنترال امبلايكيشن. طبعا هو المفروض ان هو شايني بيرلي وايت هيمسفيريكال بابيول والسنترال امبلايكيشن، ولما بنعمل له اكسبريشن بيطلع شيزي ماتيريال. ممكن في حاجه اسمها جاينت ملاسكم، يعني مش شرط ان هو يبقى حجمه صغير كده، ممكن يبقى كبير وضخم، وده طبعا لما بنشوفه بيبقى يعني حاجه برزنتيشن رير شويه. وممكن يحصل انفلاميشن وسيبريشن زي الصوره دي، في انفلاميشن فالملاسكم طالع لونه احمر او ارسمته شويه. طبعا هنا باين اكتر شويه ان هو اللون بتاعه ابيض زي كده، حبات لولي مقسومه نصين وايه وستاكد على ذا سيرفيس اوف ذا سكين. ده ليجن هو موجود على البينس، ده بيبي صغير لقط الانفكشن في الارمز وفي الترانك. ده ديفرنشال دايجنوزس، لو انا شفت ملاسكم ممكن اشك في ايه تاني. طب هنعالجه ازاي؟ طبعا avoid the precipitating factor، ممكن زي ما احنا عارفين كرايو او مجرد بالكيوريت كده نشيله، ده اكتر حاجة بنعملها، نحط topical anesthesia وبعدين نعمل كيوريتاج. ممكن نعمل diathermy طبعا under local anesthesia، ممكن نشيله بالCO2 laser،
وممكن نمسكه بالفورسبس وبعدين نحط معايا دكاترة معايا ولا انا لوست للكونكشن؟ هكمل، يا ريت بس حد فيكم يأكد لي الكونكشن اخباره ايه. اوكي، بالنسبة ممكن زي ما قلت لكم نمسك بفورسبس وبعدين نحط فينول او ايودين او سيلفر نيتريت، ده بيعمل له كيميكال كوتري. في مادة طالعة جديد هي موجودة اوريدي دلوقتي في توبيكال ابليكيشنز، تمام، موجودة في توبيكال ابليكيشنز، موجودة ابرود، ابتومينولوجي لسه مش موجودة في مصر، بس الكانسريدين ده بيبقى يعني توبيكال ابليكيشن بيستخدم كاميون ثيرابي في علاج الملاسكم، ودلوقتي كمان ابلايد في الفروكة. طيب بالنسبة هو ده الكانسريدين ده عبارة عن ايه؟ عارفين البلستر بيتل اللي هو القرصة بتاعت الحشرة اللي هي بتعمل انفلاميشن جامدة، دي بتعمل انفلاميشن ده وبتعمل زي انفلاميشن او اميون رياكشن جامد قوي، وبيبقى الكلينيكال بيكتشر حاجه شبه البيرن كده. بيستغلوا بقى الكونتاكت الرجي ده او الكونتاكت اميون ستيميليشن ده، ان هما لما بيحطوا الماده دي تعمل ايه؟ اميون ثيرابي للملاسكم او للفروكه، وتساعد ان هي تروح شويه بشويه. طيب ده كده الملاسكم سهل جدا طبعا. ايه تاني تبع البوكس فيروس؟ في حاجه اسمها ميلكر نوديول. طبعا الحاجات دي احنا بنشوفها اكتر مع الفارمرز، ممكن في حاجه اسمها ميلكر نوديول وحاجه اسمها اورف نوديول، الاثنين شبه بعض شويه، الفرق بينهم بسيط خالص. طبعا هو بس يعني اكتر حاجه مشهوره في الفرق هو البيشنت ده ديلينج ويز كاوز او كاتل يعني ولا شيب. لو هو ديلينج ويز كاتل او كاوز في الغالبيه ده بيبقى ميلكر نوديول. طبعا الكلينيكال بيكتشر هما الاثنين بيبقوا فلات بابيول وريدش الى حد ما، طبعا الميلكر نوديول فيه ديبريست سنتر وممكن يبقى فيه ريد كراست وسراوندد باي زون اوف اريسيما، ده بالنسبه للميلكر نوديول. ممكن طبعا يحصل عليه سيبريشن زي ما احنا شايفين بالشكل ده، دي شكل انترا سيتوبلازميك اوكلوجن بوديز انكلوجن بوديز. الاورفنوديول بقى زي ما انا قلت لكم دي ناس بتتعامل مع الشيب او مع الجود مع دايركت كونتاكت، دي في الغالبيه بتسبب الايه الاورفنوديول، وهو زي ما قلت لكم شبه التاني خالص، بس موست كومنلي ان هو يبقى دوم شيب ديفيرم بولي زي ما احنا قلنا في الميلكر نوديول في الغالبيه بيبقى بابيول، بس وارد ان هو يحصل عليه سيبريشن، انما الاورف من البدايه ممكن يبقى بولس ايربشن. هو في ستيجز كده للتكون بتاعه زي ما احنا شايفين، بيبقى بابيول وبعدين فيزيكال وبعدين تارجت وبعدين ويبينج ستيج وبعدين ممكن يقلب بابيلوميتس وبعدين ريجريشن. فزي ما احنا شايفين ممكن الكلينيكال بيكتشر اقتربت صلاة العشاء، ماشي. اشكال تانية للاورفنوديوم بولس ايربشن اهو، ماشي معايا. طيب بالنسبه بقى للهربس، الهربس طبعا زي ما احنا قلنا بيبقى دي ان اي فيروس، وبيتميز بالليتنسي اللي هو اول ما بيتعرض البيشنت للانفكشن بياخد انفكشن. الفيروس في الغالبيه ما بيمشيش، بيفضل قاعد في الجسم وممكن يحصل فيه انفكشن تاني. ده كومن في ايه؟ اشهر حاجه طبعا عندنا الهربس سمبلكس واحد اللي هو بيعمل لي الهربس لبياليس، هربس نمبر 2 ده اللي هو هيربس سيمبلكس 2 ده اللي هو بيعمل لي الجينيتال هيربس. نمره 3 اسم الفيروس فاريسيلا زوستر، ده البرايمري انفكشن بتاعه تشيكن بوكس، والسكندري انفكشن اسمه هيربس زوستر. هيومن الهيربس نمبر 4 اللي هو اسمه الثاني ايبشتاين بار فيروس، بيبقى البرزنتيشن بتاعته ممكن انفكشوس مونونيكليوزس. نمبر 5 اسمه سايتوميجالو فيروس، وده ده بالنسبة للساتوميجالو فيروس البرزنتيشن بتاعته ممكن تبقى اسمتوماتيك، ناس كتير قوي بيقعدوا سنين على ما يكتشفوا ان هم عندهم اصلا فيروس، ناس مثلا سيرش فور بريجنانسي او سم هاو يعني يحصل لهم مشكلة او ريكارنت ابورشن بالمناسبة كده يعملوا الفيرولوجي يكتشفوا ان هم عندهم.
ده كاتيجوري. كاتيجوري تاني لو مثلا يعني unexplained fever recurrent مع lymphadenopathy، يدوروا برضو يلاقوا ايه، ان هو عنده cytomegalovirus. بس طبعا low skin manifestation متعددة. الهربس بقى نمبر 6 اللي هو اسمه روزيولا انفانتوم، هنبقى نتكلم عليه بالتفصيل. نمبر 7 برضو بيبقى associated with روزيولا، ونمبر 8 ده اللي هو كابوسي ساركوما associated virus. بالنسبة لبشتاين باير فيروس اللي هو نمبر 4، قلت اكلمكم عليه سريعا كده. ده زي ما احنا عارفين ان هو بيبقى زي ما قلت لكم، ممكن يبقى معاه اللي هي infectious mononucleosis like manifestation، اللي هو ايه، اللي هو triad fever lymphadenopathy وpharyngitis. ممكن يبقى معاه morbidly form eruption as primary infection زي الصورة دي كده. لو احنا يعني ايه morbidly form، يعني lesion شبه الميزلز، دي هنلاقيها في اكتر من disease، بس ما ننساش ان بيشتاين بار ممكن يبقى presented بيها. بيبقى برضو لو انتوا تفتكروا في ال HIV في حاجة اسمها oral hair leukoplakia. طبعا ال HIV بيبقى معاه infection لكل حاجة ممكن تعمل infection، ممكن تيجي للبيشن ده ما عندوش immunity اصلا. فلو هو infected بالبيشتاين بار بيعمل ال oral hair leukoplakia. ممكن يبقى فيه طبعا معاه common malignancy زي النيزوفارينجيال كارسينوما والبيركت لينفوما والهوتشكن، و دي من الحاجات المشهورة. طيب هنأجل دي اللي بعد كده، نتكلم بقى على الهربس سيمبلكس. قلنا نمبر 1 بيعمل الفيشل انفكشن، نمبر 2 بيعمل الجينيتال انفكشن. في كروس انفكشن بين الاثنين، اه طبعا ممكن عادي وارد جدا نلاقي هربس سيمبلكس تايب 1 في مثلا في السيرولوجي بتاع بيشنت عنده جينيتال هربس. طيب بالنسبه لي البرايمري انفكشن اكيد ان هو هيبقى بالدايركت كونتاكت. البرايمري انفكشن من الهربس ده، المنظر بتاع البرايمري انفكشن من الهربس اللي احنا ممكن نبقى مش واخدين بالنا منه، ان في اول 5 سنين من عمرنا في الغالبيه كلنا جالنا الهربس البرايمري، لان البرايمري بيجي جينجيفوستوماتيتس، يعني عمره ما هيجي لك على السكن من بره الا لما كان جالك في الاول جينجيفوستوماتيتس، هو ده البرايمري انفكشن بتاعه، بيبقى بالشكل ده. طبعا هو بينفول جدا، بيبقى ديستريسنج جدا للطفل والاهله اللي ما بيعرفش ياكل وهكذا، وبيبقى مقريف، وبيبقى عنده كورايزا لايك مانيفيستاشن، يعني كان عنده دور برد. ده بالنسبه لي البرايمري انفكشن. طبعا هو ممكن يروح لوحده، ممكن يقلب بالسر وارد، واحسن ان في الوقت ده ياخد، لو البيشنت ينفع ان هو ياخد سيستميك انتي فايرال، ده بيهدي شويه الكورس. وطبعا لازم ياخد توبيكال انستاتكس وحاجات توبيكال علشان تزود الهيلينج، هيلينج ايجنت. طبعا اشهر حاجه في التوبيكال انستاتكس اللي موجود في السوق حاجه زي البي بي سي سبراي او اورا كيور، وفي الغالبيه بيتعملوا كومباينيشن، يعني مش بتدوا حاجه واحده لوحدها. طيب ده بالنسبه للاورال البرايمري. امال السكندري، سوري الفيشيال، الصوره بتاعته هتيجي بعد كده. طيب الجينيتال نفس الكلام، هيبقى فيزيكال برضو على الاريثيماتوس بيز، وممكن يقلب بالسر، وطبعا الالسر دي بتبقى بينفول، وممكن تعمل ديسبارونيا، وممكن تعمل ديسيوريا، ولو هي جا انفكشن بيري انال كمان بتعمل ديسكيزيا. دي اشكال مختلفه للجينيتال هيربس. انما بقى الريكارنت تايب 1 زي ما قلت لكم، ده بيجي بالشكل ده، فيزيكال على الريسيما جنب بعضهم، وفي الغالبيه بتبقى بيري اوريفيشال، يعني هنلاقيها مثلا جنب العين، جنب النوز، جنب الماوس، جنب الاير وهكذا. طيب الهربس حاجه بسيطه وما بتقلبش كومبليكيشن ولا وارد انها تقلب؟ اشهر حاجه طبعا السكندري بكتيريال انفكشن، نادرا ما بنشوف هربس من غير سكندري بكتيريال انفكشن عليه، من غير امبيتايك. طيب ايه تاني؟ لو البيشنت ده عنده درماتوزس او الاميونتي بتاعته مش مظبوطه، ممكن يقلب اكزيما هيربيتيكا. طيب السيستميك ممكن يحصل سيستميك انفكشن من الهربس، اه في الناس الاميونتي بتاعتهم مش مظبوطه. هنعالجه ازاي؟ مايلد كيسز طبعا زي اغلب الناس ما بيعالجوهوش، توبيكال بس ابلكيشن. انما لو الحاله مثلا ريكير قوي، لو هو مثلا كل شهر بيرد عليها او بيكرر عليها كتير قوي، لازم تاخد سيستميك انتي فايرال. اشهر حاجه الاسايكلوفير، زي ما احنا عارفين الدوز بتاعته في الهربس سيمبلكس 200 ملي جرام 5 مرات 5 ايام او اسبوع. لو طفل صغير بتبقى الدوز قد ايه؟ 5 ملي جرام بير كي جي كل 8 ساعات.
بروفيلاكتيك دوز من 200 ل 1000 مللي جرام بير دي. ده بالنسبه للعلاج نفسه اللي هو بتاع السيستميك بتاع الهربس سيمكس. طبعا التوبيكال هيبقى توبيكال فومنتيشن وتوبيكال انتيسيبتيك. التوبيكال اسايكلوفير في مصر الافكاسي بتاعه ضعيف قوي، بس ساعات مثلا لو واحده بريجننت ولا واحده ما تقدرش تاخد السيستميك انتي فايرال ما قدامهاش حاجه غير انها تحط التوبيكال. طيب دي اشكال مختلفه للهربس، اللي هو ده بقى برايمري ولا سكندري؟ تايب 1 اكيد سكندري، لان احنا قلنا ان البرايمري بيجي في الميوكاس ميمبرين وبيجي في الغالبيه في الايرلي تشايلد هود. طيب بالنسبه لي لو احنا شايفين في الصوره دي في حاجه تانية غير الهربس، في هنا عنده على الفينجر الرسيمه مالتي فورم. ما ننساش الكومن اسوشيشن بتوين الهربس سيمبلكس او الفيشيال هربس سيمبلكس والارثيما مالتي فورم، دي كومن اسوشيشن اوت. طيب ده شكل تاني طبعا عليه الفيزيكال كلها قلب باس، عباره عن باستيولز اهي موجوده بيري نيزل، هنا موجوده اهي بيري اورال، بيري نيزل برضو نفس الكلام انفكشن جامد بيري اورال بيري اوكولر. وبيري اوكولر لازم بنستعين بدكتور الاوفثالمولوجي معانا علشان يتابع معانا لحسن يجيله انفلاميشن جامد في اي حاجه طبقه من طبقات الايه الاي. بس طبعا الكومن كومبليكيشن اللي بتيجي في الاي دي بتيجي مع الهربس زوستر زي ما هنقول بعد شويه. طيب بالنسبه بقى للفاريسيلا زوستر فيروس، قلنا ان البرايمري انفكشن بتاعه بتيجي في صوره تشيكن بوكس. البيبي دلوقتي او الطفل او ممكن يجي للكبار صح، لما اتعرض للانفكشن بيظهر الانفكشن بعد قد ايه؟ 14 يوم. طيب هو بيعدي ازاي؟ دروبلت انفكشن، ممكن وارد ان هو برضو يتعدى من الفلويد اللي موجود في الليجن. المانفستيشن بتاعته بتبقى زي دور برد خفيف فيفر وماليز، وبيبقى فيه في خلال اليومين بعد الفيفر يظهر الايربشن، بيبتدي طبعا سنتروبيدال يعني بيجي في الترانك وبعدين ينتشر في الجسم كله. عمرك ما بتشوف يونيفورم ليجن، لازم يبقى بليومورفيك، بمعنى ان هو ممكن اشوف فيزيكلز واشوف كراست واشوف باستيولز كلهم في نفس البيشنت زي ما هنشوف الصور بعد شويه. بس الكومبليكيشن ما ننساش ان لو بيشنت صغير قوي انفنت او لو اميونيتي مش مظبوطه ممكن الفاريسيلا زوستر تسبب انكيفاليتس ونيمونيا وهيباتايتس. طبعا الموست كومن قوي سكندري انفكشن، ده تقريبا كل الشعب لما بيجي له التشيكن بيجي له سكندري انفكشن باستيولز عليه. طيب احنا ممكن نمنعه ازاي؟ في فاكسين، في فاكسين بس مش متداول قوي. ده صورة اكيد طبعا ده مش مصري يعني، ده صورة للتشيكن بوكس موجود في طفل. زي ما احنا شايفين كل الليجنز عبارة اللي هي شكل الايرولا اللي هي الرسيمة وعليها فيزيكال او كراست، تمام نفس الشكل ده الديستريبيوشن بتاعه عشان تفتكروا ان هو سنتروبيدال. طبعا الصورة دي الريزولوشن بتاعها مش حلوة قوي، مش باين قوي. طيب بالنسبه لي ده الدوره بتاعه الفاريسيلا زوستر، ان هو الاول اول انفكشن بيجي بالتشيكن بوكس وبعد كده في ليتنسي بيريد زي ما قلت لكم بيستخبى. بيستخبى فين؟ في دورسال روت جانجليا، في اي مكان في الجسم. مكان ما استخبى بقى بعد كام سنه لما الاميونيتي مثلا تقل او يبقى اولد ايج او وات ايفر يطلع لي في صوره هيربس زوستر. الهيربس زوستر اول ما بيطلع خالص بيطلع بين قبل ما يظهر اي حاجه على الايه على الجلد، وفي الغالبيه البين ده بيبقى سيفير قوي لدرجه ان هو لو جه مثلا في منطقه الليفت شولدر ممكن البيشنت يفتكر ان هو عنده انجينا، لو جه في اللايون اريا ممكن يفتكر ان هو عنده رينال كوليك، تبقى سيفير قوي قوي. بيظهر البين وبعدين في خلال يومين يظهر شيت اوف اريسيما واخده درماتومال ديستريبيوشن. ان شاء الله باذن الله في محاضره تانية هنقول يعني ايه درماتومال ويعني ايه سيربيجينس ويعني ايه الكلام ده كله باذن الله. طيب المهم ان هو بياخد سيكشن من الجلد بيبقى انرفيتد بالنيرف اللي هو كان في الجانجليا بتاعته مستخبي الفيروس، بيظهر في صوره الرسيمه وبعد الرسيمه دي بيظهر عليها فيزيكلز جروب دي فيزيكلز، تقعد لها مثلا بتاع 3 4 ايام وبعد كده الفيزيكلز دي تقلب بكراست. الكراست دي ممكن تقعد مع البيشنت اب تو 2 ويكس على مثلا ما تبقى كليرد وتقع خالص، والبين طبعا بيكمل، البين ممكن يقعد معاه لفتره بعد كده.
ده شكل مثلا للهربس سوستر زي ما احنا شايفين الرسيمة زي سجادة كده من الرسيمة وعليها جروب دي فيزيكلز. نفس الكلام حسب بقى الدرماتوم ده جاي فين هو بيبقى افكتد شيتو في الرسيمة وعليها جروب دي فيزيكل. زي ما احنا شايفين ده هي مش الرسيمة مش مكملة في كله بس هي واخدة كورس اوف نيرف، ودايما دونت كروس ذا ميد لاين، دايما في سايد من التراك. لو جالي باي لاترال ده بيبقى سب تايب او الاميونيتي مش مظبوطة. زي ما احنا شايفين اهو ليجن تاني ده في مرحلة الكراستيشن خلاص، وكمان الليجنز بتاعته هيموراجيك. شايفين السيفيرتي بتبقى عاملة ازاي لما تيجي في الاوفسالميك ديفيجن، دي حالة طوارئ الاوفسالميك هيربس زوستر. احنا معانا دكتور الاوفسالمولوجي وبناخد سيستميك انتي فايرال محترم ومتابعين علشان ما يقلبش كومبليكيشن ممكن تؤدي لكرونيك انفلاميشن او ريديو سايكلايتس او مشكلة كرونيك مع البيشنت. طيب ده طبعا هو نفس الكلام واخد الدرماتومال ديستريبيوشن بس قالب الايه سكندري انفكشن. شايفين الباستيور زي محترمه ده داخل في جنجرين، يعني عشان نبقى شايفين الكومبليكيشن ان هو ممكن يقلب بجنجرين. طبعا هو الكلاسيك ان هو يجي في اي مكان، بس لو جه في الاوفسالميك نيرف ده لازم نحترمه، وان احنا زي ما قلت لكم معانا دكتور الاوفسالمولوجي. لو جه باي لاترال ده سب تايب، ده مش الطبيعي، وفي الغالبيه البيشنت ده الاميونيتي بتاعته مش مظبوطه. لو جه ديستمينيتد اكيد ده العيان ده الاميونيتي بتاعته مش مظبوطه، عنده بقى اتش اي في، عنده بياخد اميون ثيرابي وهكذا. ممكن يجي سيستميك في ممكن يحصل انكيفالايتس وده بيبقى فيتال، وده بيشنت شفناه لايف في عناية البطنة من كام سنة، وكان سبب الانكيفالايتس الهيربس زوستر، والبيشنت كان في كوما وقت ما جالنا العرض بتاعه. طيب ممكن يجي سيفير انفكشن لدرجة ان زي ما شفتوا يبقى فيه نيكروتيك ليجن والهيلينج يبقى بسكار، يبقى احنا اول ما يجي الهيربس زوستر ما نستهونش ونحط توبيكال، بس لازم سيستميك انتي فايرال. ده برضو تكرارا للاوفسالميك. ممكن يحصل افكشن للموتور، وممكن يحصل نيرف بولسي، وممكن يحصل اوكولار بولسي، فايه لازم نخلي بالنا. امتى شك ان الهيربس زوستر ده ساين اوف انترنال مالجنسي؟ لو العيان ده كبير قوي في السن لازم احترم السن ولازم اتابع العيان كويس واتاكد لو جاب الجانجرينس تايب، لو جاب بايلاترال افكشن، ولو جاب ريكارنت، يعني جاله يعني يجي يكشف عندك تقول له انت عندك الحزام الناري، يقول لك لا ده جالي قبل كده، تدور وراه وتشوف فعلا جاله قبل كده ولا لا. طيب دي الكومبليكيشنز كلها، بكتيريا انفكشن سكارينج والجانجرين والديسيمينيشن، وطبعا ايتس في كل الفيسرا، اليومنايتس والهيباتايتس وكل الفيسرا بقى، والنيورولوجيكال كومبليكيشن حسب المكان اللي بيجي فيه. طيب بوست هيباتيك نيورالجيا موست كومن كومبليكيشن للعيان اللي عنده هيربس زوستر. لازم برضو نحترم الكومبلين بتاعت البيشنت، الوجع الاكسبريشن بتاع البيشنت يقول لك نار بيرنينج بين، فعلا هو نار مش طايق، فلازم ياخد انالجيزيك. ولازم لو هو دخل بوست اوربيتيك نيورالجيا لو ما كانش اخد الاسايكلوفير من الاول وجاي لك في المرحله دي لازم تديله تاني اسايكلوفير، وتديله مثلا حاجه زي الجابابنتين، وتديله انالجيزيك، ولو الحكايه سيفير قوي ريكوردد ان الريفرنس بيكتب فيه كمان كورتيكوستيرويد. طيب لو جه في الترايجيمينال نيرف في حاجه اسمها هاتشنسون ساين، دي اللي هي بيبقى فيه فيزيكلز على سايد اوف ذا نوز، دي بنسميها هاتشنسون ساين. طيب لو جه في الاوكيلار كومبليكيشن زي ما انتم شايفين بقى كده، بصوا معايا يوفيتيس، كيراتايتس، كونجكتيفايتس، ايديما، اوكيلار بولسي، السريشن، سكارينج، نيكروزيس اوف ايليد، طبعا ما حدش عايز يحصل للبيشنت كده في عينيه. في حاجه اسمها رامسي هانت سيندروم كومن قوي في الهربس زوستر، ده لما بيجي في الفيشيال نيرف ممكن يجي معاه فيشيال بولسي، اير بين، وفيزيكال اراوند الاير. طيب للاسف لبشاعه المنظر بس ده ممكن يحصل. البريفنشن طبعا هو فيه برضو نفس الكلام، فيه فاكسين بس مش متداول قوي. لو انا عايزه اعمل بريفنشن لحد متعرض لانفكشن كومن قوي ان انا اديله زي ما احنا قلنا بروفيلاكتيك دوز زي الهربس سيمبلكس بالظبط. طيب التوبيكال ابلكيشن طبعا حد دي دراينج ايجنت وانتيسيبتيك. صلاه العشاء الان. تمام. والسيستميك ثيرابي انتي فايرال، طبعا اشهر حاجه الاسايكلوفير، الدوز بتاعته مش زي الهربس سيمبلكس 200، لا بيبقى 800 مللي جرام 5 مرات. خلي بالكم الهاف لايف بتاعته 5 ساعات، فعشان كده هو بيتاخد 5 مرات في اليوم او 4 ساعات. تمام. الفالا سايكلوفير
والفام سايكلوفير دي اشهر الحاجات بالدوزز بتاعتها. لو حد الاساكلوفير زي ما احنا شايفين 800 مللي جرام، ده التركيز بتاعه، بندي 5 مرات لمدة 7 ايام. لو هستخدم كاتيجوري الفالاساكلوفير هيبقى 1000 مللي جرام، ده التركيز بدي 3 مرات بس برضو 7 ايام. الفام سايكلوفير 500 مللي جرام 3 مرات برضو 7 ايام. لا يمكن الروشتة تخلو من الانالجيزك او الجابابنتين علشان ايه الوجع، وممكن كمان ادي انتي هيستامينك عشان نساعد البيشنت ان هو ينام بالليل. انا النهاردة هكتفي بالكمية البسيطة دي كبداية بس معاكم ان شاء الله في الفيرال انفكشن. ان شاء الله باذن الله المرة الجاية هنكمل الهيومن بابيلوما فيروس بالابليكيشن بقى بتاع النيو ثيرابي في الفيرال وورد اكوردنج لل كلام كبير بقى اللي هو الجايد لاين اللي هي بيزد في علاج الفيروكا، لان دي اكتر حاجه انتم بتشوفوها في العلاج وهكذا في العياده سوري. وان شاء الله هندي باذن الله الموربيلي فورم رابشر. يبقى احنا ان شاء الله باذن الله المره الجايه هنكمل الفيرال انفكشن، هندي الفيروكا وهندي ان شاء الله الموربيلي فورم رابشر. ده بالنسبه لنا في الايه، ده كان بدايه كده بسيطه خالص، والكلام ده ان شاء الله سهل خالص خالص. وباذن الله مره تانية ان شاء الله زي ما وعدتكم باذن الله هنقول ازاي نفكر سيستماتيك، وهنقول برضو ازاي يعني الاكسبريشنز الغريبه شويه في الدرماتولوجي، زي ما قلنا مثلا يعني ايه سيربيجنس، يعني ايه درماتومال، وهكذا الحاجات اللي احنا ايه واخدين ان احنا نشوفها. والسلام عليكم.